مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي، معكم أسامة أبو زينة والوصف التفصيلي في بداية مباريات النادي الأهلي في البطولة الإفريقية والتي ستقام بالصالة المغطاة بالنادي الأهلي في الفترة ما بين 6 إلى 16 مارس. بيضم النادي الأهلي كوكبا من ألمع النجوم، بيدخل النادي الأهلي حامل اللقب 8 مرات. يعني النادي الأهلي طبعا له مكانة كبيرة جدا في الكرة الطائرة للسيدات. جهاز النادي الأهلي بيضم الكابتن حمدي الصافي، المدير الفني ياسر صلاح، المدرب العام مجدي بيبو، مدير إداري إيهاب عبد المنعم إداري، رانيا عبد العزيز مخطط أحمال، وأيمن فؤاد محلل تقني، ومنة الله عادل أخصائي علاج طبيعي ومشرف عام ممدوح نور. أما اللاعبات كابتن نهلة سامح كابتن الفريق، شروق فؤاد معدة الفريق، مريم مصطفى ليبرو الفريق، مريم متولي رقم 20، آية الشامي رقم 1، دانا شوقي رقم 6، رنا الجهري رقم 18، فريدة العسقلاني رقم 12، نور الله ياسين رقم 3، نرمين المنشاوي رقم 13، ورحمة المهندس رقم 14، وكاترين شلينكوفا رقم 5 المحترفة، ومايا ممدوح رقم 10، وندى وليد رقم 2. بداية اللقاء قدامنا واضح جدا على الإرسال، اللاعبة شروق فؤاد معدة الفريق ورقم 9 بتلعب إرسال طبعا من أعلى، إرسال قوي بتستقبله الليبرو الفريق فيليوفا، وكرة بتتشاط، الكرة بتترفع لآية حمدي بتتحط جميلة جدا بليس في مركز نص الملعب، واضح جدا اهو في مركز 6، ما بتقدرش تعمل لها اي حاجه اللاعبه، لعيبه الطرف طبعا، كره سهله جدا، 1 النادي الاهلي لا شيء نادي ميكومبا الاوغندي. شروق فؤاد على الارسال معده فريق النادي الاهلي، تلعب طبعا ارسال من اعلى، ارسالها قوي، اول ارسال ابتدت بيه المباراه، طبعا الكره جت سهلة، إرسال قوي، استقبال طبعا شايفينه مش جيد، وكرة بتترفع بتتشاط خارج الملعب، شايفين طبعا ضغط الإرسال من اللعبة شروق فؤاد واضح جدا، بترجع الكرة سهلة قدامنا اهو، آية حمدي وفريدة العسقلاني والمحترفة كاترين، شروق 2 النادي الأهلي لا شيء نادي ميكومبا الأوغندي. في بداية المشوار إرسال قوي من أعلى، بيجي طبعا بنقطة مباشرة، برافو يا شروق، إرسال قوي فعلا، بتقدر من خلاله ما يتعملش هجمة منظمة من نادي نوكومبا الأوغندي، واضح جدا في تعليمات واضحة على الجهاز ان هو شروق تلعب إرسال قوي في بداية الشوط علشان نقدر ان هو يبقى في ضغط من النادي الاهلي على نادي نيكومبا الاوغندي. وادي تاني ارسال قوي من شروق، ما تقدرش اللاعبه الرقم 10 مونيكا ان هي تستقبله، بتيجي الكوره وراها، 4 النادي الاهلي لا شيء نادي نيكومبا الاوغندي، ارسال قوي ليبرو فيلوفيا رقم 16، وكرة بتتشاط بتيجي سهلة بتترفع، وكاترين بتشوط كرة قوية من مركز 4 في مركز 6 ما بين حائط الصد الأوغندي، كرة واضحة اهي محطوطة في مركز 6، إرسال قوي من شروق، فلافيا بترفع بتستقبل كرة جيدة، كرة بتتشاط في مركز 5 بتترفع، وكاترين بتشوط كرة قوية جدا في مركز 5 من مركز 4 من نقطة عالية، 6 النادي الأهلي لا شيء نادي ميكومبا الأوغندي، أهي كرة بتتشط بقوة يعني تكاد تكون من فوق حائط الصد في مركز 5، استقبال بيجي وكرة بتتشط من 6 بترفع شروق لكاترين بتستقبلها تاني ورفع وكرة سريع بتتجاب بسهولة، نهلة سامح بتشوط كرة قوية، آية
حمدي بتشوت كوره قويه من ديفنس طلعته نهله جيد جدا ورفعه جيده. 7 النادي الاهلي لا شيء نادي مكومبا. كوره اللعيبه رقم 5 جريس بتحطها كده يعني بعدم يعني التزام. بيطلب المدير الفني لنادي نيكومبا الاوغندي تايم اوت. نتيجة 7 النادي الاهلي لا شيء نادي نيكومبا حتى الان. طبعا احنا شايفين اسمه توني المدير الفني بيتكلم معاهم عن الاستقبال. طبعا لازم استقبالهم واضح جدا ان هو ضعيف. عنده لعيبه رقم 5 جريز دي تعتبر من اللاعبات الجيدات. عنده لعيبه رقم 7 بيتريس ولعيبه رقم 10 مونيكا وحليمه رقم 11 و12 اوجينز و13 سيسيليا. اهي بتحط 5 جريز كوره سهله جدا. بتشوت كوره خارج الملعب شروق فؤاد. ارسال قوي ولكن خارج الملعب. 1 نيكومبا الاوغندي. 7 النادي الاهلي. طبعا شايفين تركيز من لاعبات النادي الاهلي. ارسال خارج الملعب والنقطة 8 النادي الاهلي 1 نادي نيكومبا. وبداية التكنيكال تايم اوت الاولاني عند النقطة 8 والتاني عند النقطة 16. طبعا اعتقد كابتن حمدي الصافي المدير الفني هيركز على الارسالات. فرقة طبعا ارسالاتها استقبالاتها مش قوية واضح جدا. حتى الارسال اللي اتلعب خارج الملعب اعتقد ان كابتن حمدي هيضغط ضغط جيد جدا من بداية الشوط الاول عشان ما يديش مساحة لنيكومبا الاوغندي ان هو يقدر يلعب معاه. اليوم اقيمت مباريات فاز فيها هيلاري سيتي زيمبابوي على بي دي اف 6 بتسوانا بثلاث اهداف مقابل هدف. ثلاث اشواط مقابل شوط. فوز كارتاج التونسي بطل العام الماضي على نجمة الشلف الجزائري بثلاث اشواط مقابل لا شيء. فوز الجمارك نيجيريا على اي ان جي اس الكاميروني بثلاث اشواط مقابل شوط واحد. وخسارة نادي الشمس على الأنابيب الكيني بثلاث أشواط مقابل لا شيء. مباراة انتهت يعني كنا نأمل أن نادي الشمس أن يفوز على نادي الأنابيب الكيني في المجموعة الثالثة. إرسال كاترين لعبة رقم 5 إرسال داخل الملعب. لعبة إرسال جميل جدا من مركز واحد في مركز واحد. الليبرو ما تقدرش تعمل لها حاجة. كانت تعتقد ان الكوره اوت سايد. ارسال كاترين تاني من مركز واحد. احنا شايفين طبعا يعني استقبال مش جيد. الرفعه موجوده بالكوره بتتشاط وحائط صد قوي. اللاعبه فريده العسقلاني واللاعبه ايه حمدي الشامي طبعا في توقيت جيد جدا. شايفين اهو حائط صد ايه هي اللي خدته ولكن فريده قافله برضه معاها الزاويه باسلوب جيد جدا. كاترين استقبال رفعه وكوره بتترفع بتتشاط سريعه بتجيبها مريم مصطفى وبترجع تاني الكوره وفريده تحط ايديها في كوره كده جيده. 11 النادي الاهلي 1 نادي نيكومبا الاوغندي. كوره طبعا واضحه جدا. اللعيبه رقم 2 يعني معرفتش تعمل فيها اي حاجة. ارسال كاترين 11 النادي الاهلي 1 نادي نيكومبا. طبعا ارسال قوي جدا بيجي طبعا بصعوبة من اللاعبة رقم 5 كاترين المحترفة. طبعا لاعبة اوكرانية جيدة جدا. اهي كرة بتتشاط بتيجي في حائط صد وبعد كده 12 واحد. ارسال مرة اخرى استقبال طبعا يعني مش جيد. كرة بتتشاط بقوة ولكن بتطلع ديفنس جيد من كاترين ونهلة سامح بتحط الكرة عايزة تحطها في ايديها ولكن اللاعبة الرقم 5 اعتقد ان هي حائط صد جيد. اهي معلش طبعا نهلة سامح من اللاعبات الاقوياء جدا
كابتن فريق النادي الأهلي، إرسال خارج الملعب. 13 النادي الأهلي، 2 نادي ناكومبا الأوغندي. فريدة العسقلاني، إرسال قوي، استقبال جيد، وكرة بتترفع بتتشاط جيد سريع. طبعا نور ياسين يعني جت في ايدها كده، ما قدرتش ان هي كده، ولكن الكرة خارج الملعب اصلا ما جتش في ايديها خالص. هي نور قافله الزاويه جيد جدا، واللاعيبه حاولت ان هي تلف داخل الملعب، طلعت الكرة خارج الملعب. فريده العسقلاني، استقبال، رفع، الكرة بتتحط، كاترين بتاخد ديفنس، شروق بترفع، ونهله سامح كرة قوية جدا شطتها في الخط في ايد حائط الصد وخارج الملعب. برافو عليك يا نهلة، لعيبة رقم 15 طبعا. برافو يا نهلة. 15 النادي الاهلي، 2 نادي ناكومبا. فريدة العسقلاني، ارسال قوي بنقطة مباشرة، وتاني تكنيكال تايم اوت. 16 النادي الاهلي، 2 نادي ناكومبا الاوغندي. اعتقد ان طبعا الارسالات مفتاح سر قوي جدا للنادي الاهلي للوصول الى نقطة 16. خامس ارسال موجه، لاما كرة بتطلع خارج الملعب من استقبال خاطئ من فريق ناكومبا، لاما بتيجي بنقطة مباشرة. 5 كور طبعا مهمين جدا، وبقية الارسالات اعتقد، وانتم احنا طبعا شايفين قدام بعض استقبالهم عنده مشكلة كبيرة في الاستقبال. كرة مش قادرة ترجع، حتى لما كرة بترجع ديفنس النادي الاهلي ديفنس قوي وعنيد، سواء في حائط الصد او في ديفنس الخط الخلفي. شايفين طبعا اللعيبة قافلة الملعب كويس جدا، فريدة وآية ونهلة وشروق وكاترين، وطبعا برضو نور ياسين لسه نازله دلوقتي، افادت الملعب في كوره جيده جدا. فريده العسقلاني، ارسال من 5، ارسال قوي، استقبال جيد، كوره بتترفع في مركز 2، وحائط صد نور ونهله وخارج الملعب. 3 نادي ناكومبا الاوغندي، 16 النادي الاهلي. جايه في ايد نور، ارسال من اعلى، استقبال، كاترين، رفع، نهله حطت كوره عايزه تسقطها في مركز 6 ولكن خارج الملعب. 4 نادي ناكومبا، الارسال مع اللعيبه رقم 15، استقبال من نهله، يعدي الناحيه الثانيه، بالجاب بترفع، وكوره بتتشط، وحائط صد قوي، نور ياسين وآية حمدي الشامي. برافو عليكم، فعلا حائط صد قوي ومحدش يقدر يعمل له حاجة، واضحة الكورة جدا ان هي صعبة. آية حمدي، ارسال قوي، بتيجي بتترفع من مركز 1، ونور ياسين بتحط كورة قوية جدا من مركز 3 في مركز 2، بتبعد عن ايد حائط الصد. برافو عليك يا نور، قويه هي قدامنا، ما تقدرش اللاعبه نيوفا ان هي تعمل لها اي حاجه. آية حمدي ارسالها قوي من 1 في 5، الكره بترجع تاني، ومريم مصطفى بتطلع كوره سهله، نور ياسين بتشوط سريع قوي، بترجع تاني الكوره، وتفنس من آية، وكوره كاترين بتشوطها من مركز 6 في مركز 1. يعني حائط الصد ولا الديفنس قدر يعمل لها اي حاجه. لعيبه رقم 15 ما قدرتش تعمل لها اي حاجه. ارسال قوي، هي كره بتيجي سهله، وكاترين بيجيب الكوره، وكوره مشتركه بترجع تاني، تحط لعيبه شوله كوره من 4 في 5، ونهله بتشوط كوره قويه في مركز 6، وما زال الرالي
كورتين ثلاثة رايحين جايين كده، وادي رابع كورة ولسه الكورة ما خلصتش. آية بتجيبها ديفنس، كاترين بترفع ونهلة بتعدي الكورة، كورة سريعة قوية، نور ياسين بتاخدها ولكن بترجع تاني. خمس راليات، كاترين بتخلص كورة من ستة جميلة جدا، حطيتها في ايد حائط الصد وخارج الملعب اهي، شايطة من ستة في ايد حائط الصد وخارج الملعب، بتتحسب طبعا للنادي الاهلي 20، النادي الاهلي 4، نادي نكومبا وآية الشامي، وارسال قوي جدا. الليبرو طبعا بتجيب الكورة اي حاجة، واللعيبة رقم 15 بتشوط كورة من مركز واحد خارج الملعب. 21 النادي الاهلي، 4 نادي نكومبا، آية حمدي على الارسال، ارسال قوي، الكرة بتيجي جيدة. واللاعبة رقم 8 بتشوط كورة طبعا بتقول ان هي ما جاتش في ايد حائط الصد، ولكن هي واضحة جدا ان هي جت. 5 نادي نكومبا، 21، وارسال ضائع من نادي نكومبا الاوغندي. 22 النادي الاهلي، 5 نادي نكومبا. كابتن فريق النادي الاهلي كابتن نهله سامح على الارسال، ارسال قوي من مركز 6، الليبرو بيستقبله، الكره بتيجي تعدي سهله، شروق فؤاد بترفع كوره بتحطها ايه كده، ولكن تخرج الكوره خارج الملعب. معلش، 6 نادي نكومبا، 2 رقم 12 اوجونيز بتلعب ارسال، وكاترين بتشوت كوره قويه، وكوره بترجع تاني وبتترفع، ونور بتسقط كوره من ورا حائط الصد، بترجع تاني الكوره، هي حمدي وشروق بتعدي كوره جميله جدا في نص الملعب، ما تقدرش تعمل لها اي حاجه وتيجي بسهوله وتصبح النتيجه 23 النادي الاهلي 6 نادي نكومبا. وزي ما احنا شايفين الكوره اللي عملتها شروق، نور ياسين لعيبه مجتهده جدا رقم 3، هي لسه طبعا من فريق الشابات، ولكن فعلا من اللاعبات المجتهدات. معلش يا نور، تحط الارسال في الشبكه. معلش، 7 نكومبا الاوغندي، 23 النادي الاهلي. اللعيبه رقم 3 اونيز على الارسال، ارسال من اعلى بيجي سهل، كاترين بتستقبل، وفريده العسقلاني بتشوط كوره قويه من مركز 3 في مركز 1 بقوه، فعلا جيده من بين حائط الصد، كوره وتفصل الشوط. وزي ما شفنا كوره اتشاطت من مركز 4 خارج الملعب 25، وينتهي الشوط الاول 25 النادي الاهلي 7 نادي نكومبا الاوغندي. وفي انتظار الشوط الثاني ان شاء الله وتقدم اهلاوي باذن الله. شفنا طبعا الشوط الاولاني مشاهدينا بعد مباراة قوية جدا أدارها المدير الفني الكابتن حمدي الصافي بضغط واضح جدا بالإرسال، والشوط الأول انتهى 25-7 لصالح النادي الأهلي. كانت طبعا مفاجآت قوية جدا بيقدمها النادي الأهلي في بداية مشواره الإفريقي. عارفين طبعا مجموعات بطولة إفريقيا، الأهلي متصدر المجموعة، معه نيكومبا الأوغندي ومعه نيونج الكاميروني وريفينيو الأوغندي أيضا، والمجموعة الثانية هيراري سيتي الزيمبابوي ونجم شفيلد الجزائري وبي دي اف 6 بطل بوتسوانا وبافيا
الكاميروني. المجموعة الثالثة مجموعة سي فيها الشمس والفاب الكاميروني والأنابيب الكيني ودي جي اس بي الكونغو وفيجن الأوغندي، والمجموعة الرابعة السجوني الكيني واي ان جي اس الكاميروني والجمارك النيجيري ودوانز بوركينا فاسو واسك موموزا الإيفواري. يعني نتمنى المجموعة الأولى النادي الأهلي أنه هو يحقق الفوز ويأخذ ثاني المجموعة الرابعة في دور الثمانية. شايفين طبعا الفريقين، فريق نادي الأهلي نزل بتشكيله الأساسي، ما اعتقدش كابتن حمدي هيقدر يغير دلوقتي لغاية لما يستقر الأمور واللعيبة تقدر أن هي تاخد على المباراة. وأيضا فريق واضح جدا نيكومبا الأوغندي أنه هو مع الإرسال، واللعبة رقم 4 طبعا من اللعبات دارين إرسال من أعلى استقبال، ولكن الاستقبال ما كانش موفق. واحد نيكومبا الأوغندي، لا شيء النادي الأهلي. طبعا الفرق اللي زي دي طبعا لما يفوز شوط 25 إرسال تاني 7 بيبقى الأمور فيها سهلة، ولكن الأمور ما بتبقاش كده. شفنا دلوقتي كاترين بتحط كورة بليس من مركز 4 واضح جدا. الاستهتار طبعا ما ينفعش يبقى فيه أي حاجة من كده، ولكن اللعيبة دي مش استهتار، ده بيبقى يعني ثقة زايدة. إرسال زي ما شفنا هو من شروق، ولكن الكورة بترجع. شروق بتعمل كورة فنس جميلة، وكورة آية حمدي بتشوطها من مركز 2 في مركز 5 قوية جدا. شروق فؤاد إرسالها طبعا واضح ومميز، جاب حوالي 7 كور في الشوط الأول واضحين. آية حمدي بتشوط كورة قوية، شروق وإرسالها القوي، كورة بتيجي وبتتحط كده من مركز 2 بترجع تاني. شروق بترفع كورة قوية الآية، ولكن الكورة كانت قصيرة شوية. آية محتاجة كورة عالية عشان تقدر تاخدها من نقطة عالية، بتنط ما شاء الله اهي، بتيجي في ايد حائط الصد، وطبعا مش مصدقة نفسها ان هي خدت منها بلوك. ارسال استقبال قوي، بتتشاط كورة ايضا من كاترين قوية من مركز 2، ما تقدرش تعمل لها حاجة. 3 نادي الاهلي 2 نادي نيكومبا الاوغندي. كاترين على الارسال اهي، بتحطها من مركز 2 في مركز 1 قوية جدا. كاترين ارسال من اعلى، استقبال طبعا واضح ان هو كده، وكرة بتتشاط من مركز 2 بترجع كاترين بتجيب الكورة، ونهلة بتشوط كورة قوية من مركز 4 في مركز 5 وبترجع تاني. اللاعبة الشولة بتشوط كورة من مركز 4 في مركز 6، مكان فاضي جدا. اللاعبة رقم 5 جريز واضحة جدا، مش متوقعة ان هي تشوط كده بصراحة. ارسال مع اللاعبة رقم 2، ارسال قوي، مريم مصطفى بتستقبل، وكورة بتتحط من آية حمدي بليس خارج الملعب. 4 نيكومبا الأوغندي، أول تقدم ليه على النادي الأهلي، ولكن طبعا محتاجين شوية تركيز، ما ينفعش إن احنا نضيع كور سهلة كده. لعبة رقم 2 إرسال قوي، مريم مصطفى استقبالها عدى الكورة بترجع تاني، ونهلة سامح بتحط كورة قوية من مركز 4 في مركز ما بين 5 و6 اهي، ما تقدرش تعمل لها حاجة. الدفاع طبعا كان متأخر. 4-4 النادي الاهلي، 4 نادي نيكومبا. سالس سبايك من اعلى، نور ياسين، الكرة بتيجي سهلة، والحكم بيقول ان في لمس للشبك من منتصف الملعب، ما اعتقدش ان هي واضحة اهي، ما جاتش خالص ولا لمست الشبكة خالص، دي الكرة هي اللي جت في ايديها، وارسال بيضيع. 5 النادي الاهلي 5 نادي نيكومبا. ارسال مع آية حمدي الشامي، ارسالها يبقى قوي جدا من اعلى، فعلا قوي ولكن خارج الملعب. 6 نيكومبا الاوغندي 5 النادي الاهلي. شوية تركيز في ارسالاتنا،
هي اللي عملت الفارق في الشوط الاولاني الارسالات. وبيرد نادي نيكومبا الاوغندي على النادي الاهلي بارسال ضايع ايضا من لاعبه رقم 6 حبيبه، 6 النادي الاهلي، 6 نادي نيكومبا. نهله سامح كابتن فريق النادي الاهلي، استقبال طبعا مش جيد، كوره بتيجي سهله بتتحط بليس ايه بتطلعها من ورا شروق كده خارج الملعب. تقدم نيكومبا الاوغندي 7 النادي الاهلي 6. كل ده طبعا النادي الاهلي هيقدر ان هو يحسم ان شاء الله باذن الله اللقاء بضغطه. لعيبه رقم 12 ارسال من الاعلى اوجينيز في الشبكه، واضح جدا ضعف مستوى نادي نيكومبا في الارسالات واضح. فريده العسقلاني على الارسال من النادي الاهلي، لعيبه رقم 12 ارسال بالوزب من اعلى، استقبال طبعا برافو عليك يا فريده، واول تكنيكال تايم او الثمانيه النادي الاهلي 7 نادي نيكومبا. فريده اعتقد انها تقدر ان هي تضغط بالارسال. احنا الميزه اللي كانت موجوده في بدايه المشوار الشوط الاولاني كان ارسالنا نادي نيكومبا ما كانش قادر يواكب اي ضغط من النادي الاهلي بالنسبه لارسالاته وبالنسبه للكور اللي بتيجي فعلا كانت بتبقى طالعه من النادي الاهلي صعبه، ما حدش يقدر يعرف يعمل لها حاجه. شايف اللعيبه بتتكلم مع بعض، الامور هتقدر ان شاء الله باذن الله. وانا شايف المدير الفني لنادي نيكومبا مستر توني، يعني جماهير النادي الاهلي بتآزر النادي الاهلي حبا في فريقهم طبعا من حقهم. مشهد جميل داخل الصاله المغطاه بالنادي الاهلي في افتتاح يعني بطوله افريقيا. فريده العسقلاني معاها الارسال، ارسال بالاعلى بالجمب قوي، استقبال طبعا بيجي فوق اللاعبه، بتيجي كوره وحائط صد جيد لاعبه شروق فؤاد. لا ادي كاترين ونور، كابتن حمدي ودى شروق في مركز 4، كاترين بلوكها عالي، استقبال طبعا وبتيجي الكوره، نور بترفع كرة في 2 وكاترين بتشوط كرة قوية جدا ولكن خارج الملعب، عايزة تحطها في الخط من مركز 2 في مركز 5 ولكن خارج الملعب زي ما شايفين كده، قفلت ايديها قوي فيها. لعبة رقم 4 على الارسال دارين، استقبال طبعا كرة بتيجي يعني صعبة وبتعدي طبعا سهلة، كرة بتترفع وكرة قوية بتشوطها خارج الملعب. 10 النادي الاهلي 8 نادي نيكومبا الاوغندي. شروق فؤاد يلا يا شروق ارسالاتك مهمة، ارسال قوي من مركز 1، بتيجي الكرة سهلة بتحط بتشاطة. مريم مصطفى ليبرو والفريق بتطلع ديفنس جيد، كرة بتتشاط ونهلة طبعا ديفنسها جيد جدا، وكرة بتشوطها كاترين من مركز 4 في مركز 5 جيدة جدا ما بين حائط الصد. 11 النادي الاهلي 8 نادي نيكومبا، وتايم اوت بيطلبه مستر توني المدير الفني للنادي الاهلي. كرة قوية طبعا، هو حس ان الشوط ده ممكن يقدر يعرف يعمل منه حاجه ولكن الوضع صعب جدا. نادي الاهلي فرقه واضحه جدا انها قويه على نيكومبا الاوغندي، مستوى مهاري مستوى خططي، فرقه فعلا جيده. ما اعتقدش ان هو هيقدر يواكب الضغط وقوه لعيبه النادي الاهلي. جماهيرنا الحبيبه شايفينهم قدامنا بيحاولوا ان هم
يشدوا من أزر الفريق. واضح لكل محبي كرة الطائرة للأنيسات مجهود طيب جدا. شروق معاه الإرسال، إرسال قوي واستقبال طبعا بيجي سهل، وكرة بتعدي بسهولة، وآية بتشوت كرة قوية جدا. برافو عليك يا آية، آية حمدي من مركز اتنين اهي. شروق رفعها لها جميلة جدا، بتحطها في مركز ستة بقوة من بين، ارسال قوي، رفعة وحائط صد جيد. 13 النادي الاهلي، 8 النادي نيكومبا. شروق فؤاد على الارسال، قلتلكوا شروق ارسالها لما بتقدر تركز فيه تقدر تسحب لها خمس ست كور بسهولة، تقدر الكرة تيجي سهلة. وكاترين بتشوت كرة قوية من مركز أربعة في مركز خمسة. 14 النادي الأهلي، 8 نادي نيكومبا. كرة قوية ليبرو الفريق فيلافيا ما تقدرش تعمل فيها حاجة. إرسال شروق، استقبال، كرة بتترفع وبتتضرب، بتيجي في إيد حائط الصد وبتنزل في مركز ستة بنقطة. معلش، 9 نادي نيكومبا، 14 نادي الأهلي. غيرت اتجاه اهي الكرة، غيرت اتجاهها وراحت في مركز ستة. إرسال قوي ولكن خارج الملعب. 15 النادي الأهلي، 9 نادي نيكومبا الأوغندي. كاترين على الإرسال، المحترفة لعبة رقم 5، و كورة حطتها قوية ولكن خارج الملعب. 10 نادي نيكومبا الأوغندي، 15 النادي الأهلي. لعبة رقم 2، إيدونيز بتستقبل، بتلعب إرسال، مريم بتستقبل ونهلة بتحط كورة بخبرة كده في إيد حائط الصد. لعبة رقم 15 وخارج الملعب، والثاني تكنيكال تايم اوت 16 النادي الاهلي، 10 نادي نيكومبا الاوغندي. في لقاء قوي ومثير، نهله قدامنا اهي. برافو عليكي، كوره جيده جدا، يعني محتاجه خبره طبعا كبيره، ما حدش يقدر يحطها كده غير لعيب يمتاز بخبره ومواصفات خاصه. عندنا كورة كاترين، العادة طبعا واضحة جدا. نادي الأهلي بيضغط بالسيرف ومستني أخطاء من نادي نيكومبا عشان يقدر يعمل من خلال الكور دي كونتر أتاك أو هجوم مضاد قوي من لاعبيه، من خلال آية ونهلة وكاترين وفريدة ونور. خمس لعيبة عاملين ضغط جامد جدا على نادي نيكومبا الأوغندي. قدامنا طبعا على الإرسال، نور ياسين تلعب إرسال سبايك من أعلى أهو، بيعدي بقوة، يعني ما تقدرش تعمل المستقبلة ليه اي حاجة في مكان بصراحة يعني مقتول جدا في الملعب. برافو عليك يا نور. 17 النادي الاهلي، 10 نادي نيكومبا. ارسال سبايك ايضا لابرو الفريق بتستقبله، بتيجي كرة بتتعلى، وعندنا نهلة بتحط كرة قوية في مركز واحد، بترجع تاني كرة سهلة، وكرة فريدة العسقلاني بتشوطها سريع قوي، وكرة أيضا بتتاخد حائط صد جيد جدا من فريدة. الكرة كانت راجعة فيرست باس كده من فوق من أعلى، ف
فري بول اهي واضحه جدا اهي. فريده بتحطها داخل الملعب، برافو عليك يا فريده. 18 النادي الاهلي، 10 نادي نيكومبا، ووقت مستقطع بيطلبه مستر توني المدير الفني لنادي نيكومبا عشان يوقف الناس. الكابتن حمدي الصافي المدير الفني قدامنا بيوجه تعليماته وتوجيهاته لفريقه علشان يقلل بعض الاخطاء اللي موجوده شخصيه، ولكن ليه سيستم ونظام طبعا واضح جدا داخل الفرقه قادر ان هو يعمله بنجاح. نور ياسين لاعبة شابة، نور ياسين مواليد 2000، ارسال سبايك من اعلى وليبرو الفريق فلافيا ما تقدرش تعمل لها اي حاجة. الكرة نازلة قدامها، 19 النادي الاهلي، 10 نادي نيكومبا الاوغندي. برافو يا نور. سبايك سيرف من اعلى، برافو يا نور. استقبال بتيجي الكرة معدية وفريدة العسقلاني كرة قوية جدا بتشوطها جايالها من اعلى، بتشوطها من 3-1 بقوة. نور ياسين سبايك سيرف، كرة بتيجي سهلة، كرة بتتعلى، حائط صد جيد. ايا وفريدة كرة بتيجي سهلة وفريدة بتعدي كرة من اعلى، كرة بتيجي سهلة برضو في منتصف الملعب. كاترين بترفع كرة وآية حمدي شامي بتحط كرة قوية من مركز 2 في ايد حائط الصد وخارج الملعب. برافو عليك يا آية. اهي ما تقدرش اللاعبة رقم 8 تعمل لها اي حاجة. 21 النادي الاهلي، 10 نادي نيكومبا. وارسال نور ياسين في الشبكة. معلش نور جايبة أكتر من 5-6 إرسالات كانت عايزة تعمله لوب كده، ولكن جه طبعا إرسال من أعلى. مريم مصطفى بتستقبل كرة جيدة وكرة بتحطها آية حمدي جميلة جدا من مركز 2 لوب كده ما بين إيد حائط الصد وبتنزل في مركز 3. هي قدامنا أهي ما تقدرش تعمل لها حاجة. 22 النادي الأهلي، 11 نادي نيكومبا. وارسال قوي من آية وبترجع تاني وحائط صد مزدوج ما بين شروق وفريدة بتيجي في ايد شروق وخارج الملعب. 12 نادي نيكومبا الاوغندي، 22 النادي الاهلي. ارسال استقبال كاترين، كرة بتترفع، كاترين بتشوط كرة من مركز 6 بترجع تاني الكرة سهلة وقدامنا كرة نهلة بتشوطها بقوة من مركز 4 في مركز 6 ما قدرش يعمل لها حائط الصد أي حاجة ولا الديفنس. أهي قدامنا في نص الملعب، برافو يا نهلة. 23 النادي الأهلي، 12 نادي نيكومبا. نهلة سامح كابتن فريق النادي الأهلي على الإرسال. ارسال قوي من مركز 1، استقبال جيد، كرة بتترفع بتتحط ولكن خارج الملعب. 24 النادي الاهلي، 12 نادي نيكومبا، ونقطة تفصلنا عن الشوط الثاني. ارسال قوي، رفع وكرة وحائط صد جيد من فريدة وكرة بترجع سهلة وفريدة بتشوط كرة قوية من مركز 3 بتيجي في ايد حائط الصد. ويعني بينتهي الشوط الثاني 25-12 في يعني لقاء قوي ومثير ما بين الفريقين. في انتظار الشوط الثالث ان شاء الله، وباذن الله نشاهد ضغط قوي من النادي الاهلي للفوز بثالث الأشواط بإذن الله. واضح جدا أداء الكابتن المدير الفني الكابتن حمدي الصافي
ونتمنى التوفيق ان شاء الله في الشوط الثالث باذن الله. نادي نيكومبا يعني في لقاء قوي ومثير. يعني شفنا المدير الفني الكابتن حمدي الصافي قدر ان هو يدفع بدانا شوقي معده الفريق الثانيه في نهايه الشوط. اعتقد ان هيبقى في تغيير هذا الشوط في بعض اللاعبين. قدامنا شايفين نرمين المنشاوي طبعا سنتر بلوك النادي الاهلي ومخضرمه ولاعيبه على مستوى جيد من الاداء مشهود بيه طبعا مش من دلوقتي من فترات طويله جدا. هيقدر الكابتن حمدي ينوع في تشكيلته ويشوف بقيه اللعيبه عشان يدخلوا في اللقاء ان شاء الله باذن الله. نرمين المنشاوي اللاعيبه رقم 13 على الارسال هي وفريده العسقلاني هيلعبوا ثلاثات في مركز ثلاثه. نرمين على الارسال ارسال قوي من اعلى بتستقبله اللاعبه فلافيا ليبرو الفريق خارج الملعب. برافو عليك يا نرمين واحد لا شيء ارسالها بصراحه قوي ومميز. دانا قدامنا اهي لعيبه رقم سته صغيره السن وارسال في الشبكه. مباريات اللي زي دي اللاعبات صغار السن بيقدروا ياخدوا خبره كبيره جدا فيها. ارسال من اعلى استقبال نهله. دانا بترفع كوره بتعديها ايه في نص الملعب جايه كده سهله ولكن كوره بتتحط من مركز أربعة في مركز خمسة. اللعيبة رقم خمسة جريز بتتحط يعني في نص الملعب كده. إرسال قوي وشايفين قدامنا طبعا كورتين ورا بعض. الاستقبال لإما تفينس ثلاثة نادي نيكومبا الأوغندي واحد النادي الأهلي إرسال من أعلى وكورة ما بين نهلة وما بين مريم أهي. لا دي نهلة يظهر إن الكابتن دفع بندى هي بتستقبل طبعا لسه مفيش خبرة. دانا على الإرسال اتنين النادي الأهلي أربعة نادي نيكومبا الأوغندي إرسال قوي استقبال وكرة بتتشاط وحائط صد جيد جدا. فريدة وكاترين أهي قدامنا فريدة العسقلاني وكاترين طبعا حائط صد قوي جدا محدش يقدر يعمل له حاجة. دانا ارسال قوي ورجاية سهلة بتعدي بسهولة. ندى بتطلع كورة ديفنس ندى وليد لعيبة صغيرة السن وكورة مرفوعة آية حمدي بتشوط كورة قوية في ايد قائد الصد وبتنزل داخل الملعب. ارسال طبعا تقدم نيكومبا الأوغندي 5-3 استقبال كرة بتترفع قوية من كاترين بتتشاط وبترجع تاني فريدة بتشوطها بقوة وبترجع الكرة تاني وكاترين بتشوط كرة قوية من مركز اتنين في مركز واحد ما بين حائط الصد. أربعة النادي الأهلي 5 نادي نيكومبا طبعا ثلاث لاعبات الكابتن حمدي الصافي بيدفع بيهم صغار السن في لقاء بداية اللقاء طبعا إرسال قوي. كاترين 5-5 لاعبة نور ياسين لاعبة دانا شوقي لاعبة ندى وليد ليبرو ومعدة و سنتر بلوك من نص الملعب عشان ياخدوا خبرة
المباراة دي مهمة جدا وبيدخلهم بدري في البطولة. إرسال قوي، استقبال، رفعة، كرة بتتشاط قوية بتيجي في إيد حائط الصد وبتنزل داخل النادي الأهلي قدامنا أهي، ما تقفلش كويس في حائط الصد. ستة نادي نيكومبا، خمسة النادي الأهلي. إرسال بيجي طبعا في الشبكة، ستة الجميع. نشيل نقطة نقطة، فريد العسقلاني اللي طبعا نشوف بيها الكفاءة. بتحط إرسال جيد من خمسة في خمسة في آخر الملعب، ما تقدرش تعمل له أي حاجة. سبعة نادي الأهلي، ستة نادي نيكومبا الأوغندي. اللعيبة طبعا كانت مقدمة، المستقبلين نادي نيكومبا. كرة نزلت وراهم سهلة جدا. يظهر ان هو طلب تايم اوت وما اتطلبش. سبعة ستة في اسلوب. مدرب لازم يطلب تايم اوت، بيكلم كابتن الفرقة، حكم بيكلم كابتن الفرقة. زي ما احنا شايفين ارسال فريدة، ارسال قوي وكورة بتستقبلها خارج الملعب، واول تكنيكال تايم اوت في الشوط الثالث. 8 6 8 النادي الاهلي، 6 نادي نيكومبا. واضح جدا تركيز اللاعبات. اعتقد ان ندى في بداية مشوارها هتقدر ان هي تواكب. هي طبعا ندى مع مريم، مريم طبعا هي الليبرو الاساسي وندى بتساعدها. لعيبه صغيره السن زيها زي مثلا فريده، زيها زي شروق ودانا. دانا برضو لعيبه صغيره السن زي ما شايفين كده. الارسال اتحط من نرمين، وارسالات شايفه نهله بتحاول ان هي تقفل الملعب مع الليبرو، وكورة قوية زي ما شايفين كده. طبعا الإعادة لبعض الكور، حائط الصد واضح جدا من هنا ومن هنا. هنا في تركيز وهنا في تركيز. 8 النادي الأهلي، 6 نادي نيكومبا. الأوغندي فريد العسقلاني، إرسال قوي بيبقى من أعلى. يلا يا فريدة، إرسال قوي من أعلى. استقبال طبعا بيجي مش مظبوط، كرة بتترفع وكرة بتتشاط وبترجع تاني. الكرة هي واضحة هتعدي، وكرة بتتشاط سريعة غريبة من اللاعبة منتصف الملعب، بتحطها سريع كده من ثلاثة اهي، رقم 13 سيسيليا. وارسال واستقبال، يعني الاستقبال فيه مشكلة. 8 8 8 النادي الاهلي، 8 نيكومبا. ارسال قوي، استقبال من ندى في نص الملعب، الكرة بتتشاط. طبعا زي ما احنا شايفين اي على الارسال، ارسال قوي، كرة بتتشاط قوية وتفنس من ندى، وبيتكلم على المعدة 9-9. احنا شايفين طبعا تغييرة واضحة جدا. الكابتن حمدي دفع برحمة، بيحاول برضو ان هو رحمة المهندس بيحاول ان هو يريح لعيبته، بيدخل بقية اللعيبة في مود البطولة. ارسال قوي،
خارج الملعب. رحمة قدامنا اهو على الارسال. لا دي يعني ارسال قوي، دي اعتقد وكرة جاية سهلة وكرة بتعدي وكرة بتتشاط قوية. اعتقد ان يعني النادي الاهلي مركز مركز 11 النادي الاهلي 9 نادي نيكومبا. رحمة ارسال قوي، استقبال، بتيجي الكرة سهلة تتحط ودفنس قوي من آية. أيوة كده كاترين بتعدي كرة سهلة، بتيجي سهلة للنادي الأهلي، ديفنس من رحمة، كرة جيدة من دانا، وآية عايزة تسقط كرة في نص الملعب، تترفع كرة من مركز واحد بتتحط خارج الملعب. حائط الصد جيد، ابتدت دانا تخش الشوط وتقدر تشغل اللعيبه بتاعتها واحده واحده. رحمه استقبال، كره جايه بليس من المعده في نص الملعب، دي كورتك يا رحمه. 10 نادي نيكومبا الاوغندي، 12 النادي الاهلي. لعبه رقم 4 الارسال، دارين كابتن الفريق. ارسال قوي خارج الملعب. 13 النادي الاهلي، 10 نادي نيكومبا الاوغندي. طبعا نزول مريم متولي يعني كانت من اجمل الناشئات داخل النادي الاهلي، وبعد عمليه بعدتها شهور عن الملعب بيجري التغيير الكابتن حمدي، نطمئن عليها مكان فريدة، وكرة بتتشاط قوية اهي. مريم متولي اللاعبة رقم 20 من الناشئات، بعد اصابة رجعت تاني، نتمنى لها السلامة ان شاء الله وترجع لمستواها. لاعبة جيدة جدا وليها مواصفات خاصة، وكانت ليها يعني دور كبير جدا داخل النادي الاهلي في بعض البطولات. شايفين طبعا جماهير النادي الاهلي 14-10. تايم اوت طبعا بيجري، المدير الفني لنادي نيكومبا عايز يقلل الفارق كده. يعني كابتن حمدي مش سايب في الفرقه غير كاترين وآية، وبقية الفرقة كلها غيرها عشان يبتدي يشوف الفرقة أخبارها إيه معاه. لسه عنده أدوار، دور الثمانية بعد الدور ده إن شاء الله، ودور الأربعة والنهائيات بإذن الله. نرمين المنشاوي على الإرسال، إرسال قوي، كرة بتيجي متشاطة بتتاخد، وأول كرة لمريم متولي بتحطها من مركز ثلاثة بليس ورا حائط الصد اهي، في مركز ثلاثة ورا السنتر بلوك. 15 النادي الاهلي، 10 نادي نيكومبا الاوغندي. نرمين المنشاوي على الارسال، ارسال قوي، بتيجي الكرة يعني بحائط صد جيد، وكرة بتشوطها مريم متولي جيدة في حائط الصد وخارج الملعب اهي، جيدة جدا. 16 النادي الاهلي، 10 نادي نيكومبا. طبعا يعني كنا نأمل ان نادي الشمس يحقق فوز اليوم على الانابيب الكيني، ولكن خسارته بثلاث أشواط مقابل لا شيء، خسارة كانت قوية. يعني إن شاء الله مباراة قادمة لنادي الشمس، هيلاعب فيجن الأوغندي
بالتوفيق ان شاء الله. والنادي الاهلي هيلعب بعد غد ان شاء الله باذن الله. شايفين مشجعي ومحبي كرة الطائرة للسيدات، سواء سيدات او رجال، موجودين في الصالة ممتلئة، بيحاولوا ان هم يشجعوا ويأزروا فريقهم بقوة. قدامنا هو مشهد جميل، 16 النادي الاهلي، 10 نادي نيكومبا الاوغندي. نرمين المنشاوي على الارسال، ارسال من اعلى قوي، استقبال بيجي وكرة بتترفع ومريم بتعدي الكرة وبترجع تاني دانا وبترفع كرة في واحد بتشوطها آية حمدي في مركز 6 من مركز 1. برافو عليك يا آية. 17 النادي الأهلي، 10 نادي نيكومبا. نرمين على الإرسال، إرسال في الشبكة، معلش نرمين جايبة ما يقلش عن 4 5 إرسالات. 11 نيكومبا، 17 النادي الأهلي. إرسال مع اللعيبة رقم 5 جريز، إرسال من أعلى، بتلعب إرسال من أعلى، استقبال طبعا ما بين كاترين وما بين رحمة، كورة مشتركة. الناس طبعا وندى بتستقبل كورة يعني كده على خط التلت، بتترفع والكورة بتتشاط بقوة مركز 3 وبترجع تاني، وكاترين بتشوط كورة قوية جدا خارج الملعب. 13 نادي نيكومبا، 17 النادي الأهلي. كرة فيها شك بصراحة، ممكن تكون داخل الملعب ولكن يعني بيتكلموا فيها تاتش كده واضحة. ارسال من أعلى، ونادى بتستقبل كرة خارج الملعب. معلش لازم نصبر على اللعيبة بتاعتنا المجتهدات، لعيبة طبعا ليها مكانتها وجيدة، بنحاول ان احنا نعمل كوادر. الكابتن حمدي بصراحة بيعمل كوادر من اللعيبة، كرة بتترفع والناشئات وبتتحط آية حمدي من مركز 1 في نص الملعب. آية حلول، عندها حلول في الملعب جيدة جدا ما شاء الله. دانا شوقي، معدة الفريق الثانية من الناشئات، بتلعب ارسال قوي. برافو عليك يا دانا. 19 النادي الاهلي، 14 نادي نيكومبا الاوغندي. تايم اوت طبعا لنادي نيكومبا الاوغندي، بيحاول ان هو يضيق الفاصل ما بين النادي الاهلي وما بينه. 5 نقط طبعا. شايفين وجود ناشئات داخل صفوف النادي الاهلي بيدي مساحة الى ان يبقى فيها احتكاك قوي ويبقى فيه جيل تاني طالع قوي للنادي الاهلي، يقدر من خلاله ان هو يستمر ويضمن البقاء داخل البطولات الافريقية والدوري والكاس. قدامنا طبعا علم مصر والنادي الاهلي والجزائر والفرق المشاركه في المجاميع الاربعه. دانا شوقي على ارسال، ارسال من اعلى قوي، بتحطه يعني خارج الملعب. 15 نادي نيكومبا الاوغندي، 19 النادي الاهلي. كانت لازم بعد التايم اوت لازم كانت تضمن السيرف بتاعها. شايفين طبعا 25-7 اول شوط، 25-12 اللعيبه رقم 10
مونيكا بتحط ارسال خارج الملعب مرة اخرى، مونيكا بترد على دانا على طول. 20 النادي الاهلي 15 نادي نيكومبا الاوغندي. كاترين على الارسال، ارسال قوي طبعا، الاستقبال مش قد كده، وبتشوت كرة قوية ولكن في حائط الصد وبتنزل في ملعب نادي نيكومبا. 21 النادي الاهلي 15 النادي نيكومبا. كاترين ارسال قوي من اعلى، استقبال طبعا سيء، وكرة بتتشاط خارج الملعب. 22 النادي الاهلي 15 نادي نيكومبا. كاترين على الارسال، ارسال قوي من اعلى، وكرة بتيجي خارج الملعب. 16 نادي نيكومبا 22 نادي الاهلي. لعبة رقم 15 على الارسال، وارسال واستقبال وكرة قوية، وبتشوطها رحمة وبترجع تاني، ورحمة بتشوط كرة قوية ايضا في الخط بترجع، وآية بتخلص كرة قوية جدا من مركز اتنين، بتحطها ما بين مركز خمسة وستة بقوة. برافو عليك يا آية، قلت لكم حلول آية ما شاء الله عليها، ليه عندها حلول جيدة. مريم متولي ارسال قوي بيتلعب، وكرة بتيجي سهلة بتترفع وبتحط يعني رحمة كورة بريست ايديها كده في مركز واحد. برافو عليك يا رحمة. نرمين هي اللي رفعها، بتيجي في ايد حائط الصد اللاعبة رقم اربعة دارين، وبتيجي خارج الملعب. ونقطة وتفصلنا عن الشوط الثالث واللقاء. مريم متولي بتلعب ارسال، ارسال مريم ارسال مميز جدا، يلا يا مريم، ارسال قوي واستقبال بيجي، وكرة بتعدي سهلة بتطلعها مريم، وآية حمدي الشامي بتحط كرة بقوة من مركز اتنين في مركز ستة، بتنهي اللقاء 25-16 25-12 الشوط الثاني 25-7. يعني في النهاية كان لقاء قوي ومثير جدا من لاعبات النادي الاهلي في بداية المشوار الافريقي لبطولة افريقيا للكرة الطائرة للسيدات. يعني بنقول الف الف مبروك للنادي الاهلي، فوزوا على نادي نيكومبا بثلاث اشواط مقابل لا شيء في مباراة قوية في بداية المشوار. يعني بشكركم مستمعينا، كان معكم أسامة أبو زينة معلقكم، ونتمنى مزيد من التقدم إن شاء الله بإذن الله في المباراة القادمة للنادي الأهلي، ومزيد من المجهود ومزيد من الشكر للكابتن حمدي الصافي وجهازه الفني والمعاون. شكرا مستمعينا وإلى اللقاء. الأهلي.